خلص طلب ياكل لبعت هذا. ماشي، مع السلامة. مع السلامة. بقول لك ايه يا دولا؟ هو مين اللي خرم الاوزون؟ يا ابني دي اشاعات يا ابني، الاوزون ما اتخرمش ولا حاجة. اسمع بقى، اسمع بقى. انا اسف، اتفضل كمل يا جزمة. احنا بقى يا سيدي ككماليات حية لينا طبعا اوزونين اللي احنا تقريبا بنسمع بيهم دولت. كوكو الارض. كوكو؟ اسمه كوكو ده على اساس ان الارض على شكل بطة يعني ولا ايه؟ لا لا لا، مش هكمل، مش هعرف اكمل. انا اروح بقى ادي معلومياتي دي لحتة وفقتلة. غور يلا ما تكملش في 60 داهية. حاضر يا دولة هكملك. كوكو الارض ده بقى ليه اذن واحدة بس بيسمع بيها، المعلمين سموها الاذون. المعلمين اللي هما زي العلماء يعني سموها الاذون. ده حاجة حلوة اوي. ابتديت تفهمني يا دولة، ابتديت تفهمني يا ابن عمي. الاذون بقى دون اتخرم. الاذون اللي هو زي الودن بتاعت الكرة الارضية اتخرم. ده حد مثلا جه في الودن دي وقال توت، ولا مثلا الكرة الارضية بتستحمى دخل في ودانها مثلا شوية صابون ومية. بونجورنو سينيورة. بونجورنو سينيوريتا. اهلا اهلا دولة. هي ايه اللغة دي؟ ايطاليا بتاع كاوكاو، ايطاليا جاموسة. invece di uscire con gli amici preferisco passare in Egitto in lavoro o in vacanza. طبعا يعني، بس حضرتك يعني احنا كسبانين في الحته 2 جنيه يعني، ده اقل حاجه نقدر نكسبها، ما نقدرش نقلل عن كده يعني. La mia vita adesso è un po' diversa da allora. طبعا، لكن حضرتك يعني مبلغ زي كده يعني لازم يكون جاهز من الاول، فاحنا هنديكي لازم يكون جمله، لازم يكون في سعر جمله يعني عشان نقدر نكسب يعني. طب بقول لك ايه يا دولا، ما تيجي نديلها من التماثيل المكسره. ايه مكسر دي لفوق ايه؟ انا من نابولي بحاره سباجيتي. طلعت من نابولي يلا حاره سباجيتي. بصي حضرتك بقى، حاره سباجيتي، حاره موتزاريلا، حضرتك احنا عندنا الاسعار ما فيهاش نقاش، احنا بنخفض لك حاجه بسيطه بس عشان ايه الجيره اللي بيننا وبينكم في ايطاليا يعني. لا لا يا دولا، احنا لازم بقى نكرمها شويه، يمكن نطلع بكيسين كشري. انا مش جايه اشتري، انا جايه ابيع تماثيل فرعوني. جايه تبيعي تماثيل فرعوني؟ حضرتك يعني انا عمري ما سمعت ان قدماء المصريين عملوا هجره غير شرعيه لايطاليا، ده عملوها من زمان بقى ولا ايه؟ حبيبي احنا هنبيعوا تماثيل مقلده زي دوله الصين عمل فيكم، فاحنا عاوزين ناخد شغل كله من الصين. تاخدوا الشغل من الصين؟ معلش انتوا كده بتصفوا خلافات بين الدول وبعضيها يعني، عايزين تنافسوا الصين، دي حاجه بينكم وبين بعض، انا مالي؟ احنا هنديكم نصف اسعار الصين. لا 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 مش هينفع. بص حضرتك احنا خلاص ادينا كلمه يعني للحاج ملك الصين يعني، انا شخصيا اديتها له الكلمه دي يعني، واحنا مش هنقدر نطلع قصيرين معاهم، كفايه هم اصلا قصيرين. كلمه اللي اديتها للحاج ملك الصين، طب اسمه ايه ملك الصين؟ جاكي شان. ليك قريت المعلومه في حته ولا حاجه؟ عموما انا ما اديتش كلمه لحد، وانا صاحب البازار، البازار ده بتاعي وانا اللي بتكلم هنا. بس المهم البضاعه هتوصل امتى؟ استبر شوية، البدعة مشونة في ميناء القاهرة. يا دولة اسمعني بقى، خد من رمزي بقى كلمة بقى، التماثيل دي ايطالي يعني بتاعت مشاكل، مش بعيد تلاقيها بتلعب كرة جوه في المخزن يا دولة. يعني يجيبوا لنا تماثيل بتاعت باولو روسي، ما بتقول لك تماثيل فرعوني يا أخي، أنت بتتكلم ليه؟ مالكش نو نو نو. ماشي عزيزي، هنحتاجوا إلى سجل ضريبي حتى تتم عملية الاستيراد والتصدير بالسلامة. بالسلامة إن شاء الله تتم بالسلامة، سجل تجاري وبطاقة ضريبية وكل اللي أنتوا عايزينه، ما دام ما فيش فلوس هتدفع متفقين. قشطة؟ قشطة. خلاص ماشي ماشي، هبعت لك كل البضاعة اللي أنت عايزها، مع السلامة. إيه رأيك بقى يا معلم؟ جبتك هنا أهو بقى عشان أعزمك بمناسبة الصفقة الجديدة بتاعتي. ربنا يخليك ليا يا رب يا دولة، هتجيب لي كوكتيل؟ ياد كوكتيل إيه ياد؟ ياد أنا بقيت راجل أعمال جامد جدا، مش أقل من غدا وإيطاليان فود يا معلم. فول؟ ماشي يا دولة، بس بقى بالزيت الحار. إيه ده يا حضرات؟ معلش دي ترابيزتنا يعني. سيبهم يا دولة، أهو نتفرج على حاجة وإحنا بناكل يا دولة. أنا استحالة أطلعها إلا لما استرد كل اللي دفعته، ده عمري. كوبايات حضرتك هتقع. ما تقع! خليك في حالك هلا ولا؟ إيه يالا دي؟ إيه يالا دي؟ لا 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 حضرتك خلي بالك يعني، وأنت بتكلم رمزي وبعدين حضرتك دي ترابيزتنا، قوموا بقى لو سمحتوا. أنا مكسل، قوم أنت. قوم أنا إيه يعني حضرتك؟ لا يعني إيه مكسل دي؟ لا ترابيزتنا لو سمحتوا قوموا يعني. يعني إيه يالا ترابيزتك؟ أنت اللي شاري العيش بتاع الكافيه؟
هتخش لي بقى في سكه ان ده كافيه الحكومه والكلام ده ولا ايه؟ طب يلا بقى من هنا بدل ما نرش ميه عليكم قدام الترابيزه. يلا 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 يا غبي يا غبي، انت بترش عليا انا. اسمع يا فتحي، انا هكلمها لك، دي بنت عمتي وهي هتسمع كلامي. ايوه يا سوزي، خلصت النمره يا سوزي؟ انا زعلان منك، هو عشان جوزك ابن حلال وموافق على اللي انت بتعمليه تقومي تعملي فيه كده؟ يا ست هو مالكيش ما تشغليش، شغلي رقاصه زي ما انت عاوزه، بس ده جوزك يا سوزي، يعني يرجع اخر الليل يلاقي عشاء. هتكلمها؟ لا 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 هتكلمها. ايوه يا سوزي هتكلمها، ده موبايل انا. هات. ايوه يا سوزي، ايوه يا سوزي. ايه يا ستي، ايه يا ستي، ده تليفوني حضرتك وهم عمالين بيتكلموا فيه من الصبح. طب وانا مالي اذا كنت انت كارت، انا اعمل ايه؟ لا 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 حضرتك عندك التليفون بتاع الكباريه، اكيد في دولي واكيد في مباشر وكل حاجه، امال بتمشوا شغلكوا ازاي؟ بلاش بقى الحركات دي. هتكلمها هتكلمها. ايه ده؟ انت بتقفل السكه في وش سوزي؟ لا لا يا دولا، ما يصحش يعني تتعامل مع الجنس النايم بالشكل ده. جنس ايه اللي نايم يا ابني؟ دي رقاصه زمانها صاحيه. مالها رقاصه؟ هي مش لحم ودم زينا؟ لحم ودم وسيليكون. سيليكون؟ انت قليل الادب. انا ولا الرقاصه؟ ده انتوا نهاركم اسود. دولا انا سامع صوت كشافات في عينيا. انت هتعمل لي فيها بطوات يعني ايه؟ بتشوف بودانك؟ اهلا يا سيد عادل، شرفت يا سيد رمزي. ايه ده؟ ايه ده؟ انا الصوت ده سمعته قبل كده، هو حضرتك بتاع سوزي؟ انتوا في المخابرات العامه المصريه، معاكم المقدم نبيل الحلفاوي والعقيد يوسف شعبان. اسلام. طب النقيب محمد وفيق فين امال؟ النقيب محمد وفيق في مهمه تانية، خلينا احنا في عملياتنا. انا عايز حد يشيل الغمامه دي من على عينيا. الغمامه على اساس انها هتمطر، شيلها له بعد اذنك اهو. انا ونبيل الحلفاوي مراقبينكم من فتره طويله قوي، للاسف انتوا متورطين في عمليه امن دوله كبيره قوي. امن دوله ايه حضرتك؟ لا يا فندم، انا بحب مصر جدا، واخر مره مصر كانت في كاس افريقيا كنت بشجعها جدا، وكنت بعد اقول تيت 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 مصر، ايه اللي حصل مننا يعني؟ مطلوب نكون صحيحين اكتر من كده. حضرتك خلاص يبقى البن عليكم. وانا عايز سندوتشات عشان انا لما باكل بسهر على طول. ولا ما تزودش الطلبات، يلا ممكن يجيبوا لك اللي انت عايزه بعد كده يخصموه من الضرايب. انا عارف ان انتوا مواطنين شرفاء صالحين فعلا، لكن اعداء الوطن ما سابوش لمحب الوطن حاجة. يا سلام، فعلا يا فندم على رأي المثل، ادي العيش لخبازه. وعلشان كده احنا جبناكم هنا بخصوص الجاسوسة اللي اسمها ماتيلدا باولو، تعرفوها؟ لا حضرتك ما نعرفهاش. لا ايه يا دولا، لا ايه يا عم، لا حضرتك احنا نعرفها، انت من اولها هتنكر اللي جات لنا البازار النهارده بتاعت التماثيل. خرب بيتك. يا فندم سيادتك اعرفها سيادتك يعني يا فندم.